من عبادنا المخلصين. المخلصين. قالش المخلصين، المخلصين، المخلصين بفتح اللام. ليه؟ المخلص بكسر اللام الذي هو تارة يسير في مراقبة الله والخوف من الله تمام. وفي طاعة الله، وتارة ربما يصرف عن هذه الطاعة. تمام. لكن المخلص اللي هو على طول الطريق مستمر، مستمر لا يحيد أبدا، لا يلتفت أبدا. فربنا سبحانه وتعالى وصل مع سيدنا يوسف عليه السلام من شدة إخلاصه لله أن الله هو الذي يصرف عنه السوء بدون جهد منه. عارف دلوقتي مثلا زي ما حد يجي يقول لي ايه، والله يا مولانا نفسي اصلي القيام بس مش قادر، صحيح، نفسي اتصدق بس مش قادر، نفسي وحب أيوة. المال وحب الدنيا. اقول له بس جاهد نفسك في البداية واعمل ضربة البداية زي ما بيقول، أيوة. وسيب الباقي كله على الله سبحانه على وتعالى، الله. ربنا هيتولى. شوف ربنا بيقول لك ايه في القرآن، يقول لك والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. شفت؟ كذلك لنصرف. صحيح. مين اللي صرف؟ الله. النون هنا نون الايه؟ أيوة. العظمة. تمام. اسمها نون العظمة. العظمة. وهنا لنهدينهم، النون نون الايه؟ نون العظمة. يعني ربنا هو اللي هيتولى امرك. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ادي المعطيات وسيب البراهين والنتائج على المولى تبارك وتعالى. كله على الله سبحانه وتعالى، هتجد فرج عظيم وهبة عظيمة وتوفيق عظيم. الله. بس انت انوي الخير، ان الاعمال بالنيات، بالنيات. وشوف التوفيق اللي هيحصل بعد كده. ايوه، انوي الخير وشوف ربنا هيديك خير ولا لا. ده بالعكس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في قضيه مشهوره جدا جدا جدا، سوره المجادله. تمام. زوجه وزوجها بيتكلموا طبعاً مع بعض، طبعا قد حصل بينهم حوار انتقل الى جدال. تمام. من الحوار الى الايه؟ الجدال. حوار يعني في حاجه كده. أيوة. بنحاول نثبتها، بنتكلم بموضوع بيتكلموا فيه بالظبط كده. الى جدال بقى، انا بدافع عن قضيتي وانت مشكله، بقت تمام. مشكله. يوم رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. الله سمع قضيتهم، فيقول لسيدنا ربنا سامع القضيه بتاعتهم. أيوة. ويعلم اين الحق، وربنا يفصل فيه. ها؟ أيوة. ويأمر عن قضية الظهار. إذن هي القضية قضية ربنا مطلع عليك، عشان ربنا مطلع وشاف تحاورهما. نعم. والاتنين الزوج والزوجة يعني رايح جاي، ممكن تكون مشكلة، ممكن يكون موضوع مهم والكلام ده. عايز بقى روشتة للناس اللي شايلين هم الدنيا. يا ترى بكرة إيه اللي هيحصل؟ تمام. يا ترى الواد هجوزه منين؟ يا ترى الواد علامه فلوسه هجيبها منين؟ يا ترى مش عارف كذا. دايما الناس عندهم سابقين حياتهم بسنين ضوئية، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ربنا معانا. وانت شرحت موقف ست بتشتكي لجوزها، وربنا كان موجود فين؟ الله أكبر. معاهم وبيسمع، بيسمع اللي بيحصل بينهم. أكبر. فربنا الله بالفعل قريب. حبيبي احنا خلقنا من ضعف. كنا نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم عظام، ثم كسى الله العظام لحمة، ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين. إحنا في القضية دي كلها. أيوة. مين اللي تكفل بينا من البداية، من بداية النطفة في رحم امرأة الله حتى خرجت إلى الدنيا تنادي الله. يا الله الله. صحيح. مين اللي الله. مين اللي رزقك الماء تشرب وتاكل وتنام وانت في بطن امك الله. في رحم امك في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة البرولوس اللي هو بيحيط. أيوة. بجسم الجنين. مين اللي رزقك في اللحظات دي؟ الله. شايل هم. صحيح. الدنيا دي انت كنت الاول تملك ايه اصلا؟ خرجت من الدنيا كنت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا شيء. إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت بالخيار، اختار طريقك. شاكر. صحيح. لأنعم الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أول حاجة ربنا قال شاكرا لأنعم. سبحان. أشكر الله. نعمة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. التي أعطاني إياها وأولاني نعم. والله لو سجدنا لله شكرا على ما أنعم علينا من مال وعافية وأولاد وستر وقبول وتوفيق. سيدنا الإمام أحمد كان يقول والله
لو كان للذنوب رائحة لما طاق الناس طبعا أن يسيروا بجوارنا في الطريق. ستر الله علينا، ستر ربنا طبعا سبحانه وتعالى طبعا أسبلوا عليك. ولما ربنا سبحانه وتعالى يجعلك وجهة للناس اللي محتاجين أيوة ويحط في طريقك الكلام ده، ما تقولش ده عرفني عشان مصلحته ولا اشمعنا انا، لا لا ده ربنا اختارك انت، اصطفاك انت، تقول الحمد لله الذي قضى حوائج الناس على يدي.